محكمة كتالا مجالدة انكرية دالكا تركي قاياحو كنتين بوليسكا تركي قاي تكور كسمبيين ملكي لما قايدة دو سومالي اه ايغو قون صديق ميدب تكور لغو فلان اي تلابوين كدن كاها قناع سيادة اي ليهين دادكا سوغلوتي قاح قوان كان ايا دبسع ده دعدوين سحيقي اومو جين عيبك كدن كاها مهاجرين تا اي كوسي كر ريا عاسمدة تركي قا محمد عيسى عبد الله يوه ملكي لها مقاحدة سومالي ساب كيف اي كتالا مجالدة انكرية وجهة ويروغي مانا اي بوليسكا او بلاو تايه السند كي لباكم كوبي لباتن كي تاسو كنتي ان لحرق نعسي كيسا لبا مخايدود ايا محمد كا جحرمي تعديدي لو جيستيه اياقا ايو شاقالها يسيدو كلام عاميش بطاس او قدن بين هرسيدي ان اي حرمان لبا مخايدود محمد الله اللي ورباهين تايا الشيقي ان مخايدها انت بدن اي كسمين جرين عنتوين كسومالي دا يكوا باريق افريكا سلامر كان مع ميشو دوايب بناهين تديو كاسا محمد وحو الرادي دعو سرع هوحن دعو دو كتبي هايد دحوغ الانسان كاه يسنان تي تركيغا تاس او مركي هروي تي وحد قدب اها سيكستبع تي قوان كان ايا محكمة دل هرقي تاس او كان تي قوان كان ادقا محكمة دا مامل كشنا دي مكالا دان كرا ياوغا تيه ان فلالكا ايكو كعين مسوليين تا فلينتا شرعيغا انتا يسعدين هول قلادا ايا حيان كووه اسير نعيبا عداي مها مونقالكا اه اي او صوبان ديگي محمد عيسى ايا موجين ايا ادالة تكور اه او اي سمايين تراكيشا بوليسكا وحينا حقي جيين لغان كودا انو يهي مدعو سوريا داها محمد ايه كسيفيي ان هلغان كا شرعيغا اي غالينا لابدا وحيا بودا لغا بران كرو تنكو باد ان لفهمو ان دادكا سومالي دا ايه وحيسكاد عين كران وحقوو دو دي قانين رادسان ايانا يتن لباد او اه ان دادكا دون ايه ان اي غناعسيه كسامييان تركيغا اي اوغادان ان شرعيغي اي غناعسيغا كوب اللابين اي دالكا كجري اوسن هدو ايه الالين دونين arintan ayaa loo tirinayaa in ay riixayeen qoliyaha midigta fog ee Turkiga oo ka soo horjeeda soo galootiga waxayna wargeysyada taageera soo galootidiidku qoran maqaalo iyo warar ka dhana dadka aan asal ahaan Turkiga ahayn ee halkaas ku jooga qaxooti ahaan ama ganacsato sanadkii 2022kii wargeyska Middle East ayaa qoray in aagga Kizra Square oo halka laga xiray maqaayadda Maxamed ay soo nooleeyeen ganacsiga Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed ee sii kordhaysa caasimadda Turkiga ayaa halkan ka hirgeliyay maqaayado goobo lagu shaaxo dukaano dharka lagu iibiyo iyo ganacsiyo la talin ah iyagoo si tartiib tartiib ah goobtan duuga uga dhigay xaafad firfircoon si kastaba ahaatee barwaaqada xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa dalka Turkiga ka noqotay bartilmaameed xadgudubyo halkaas oo ay ku soo badanayaan naaibka suugulootiga ayuu yiri wargeysku Soomaalida ayaa lagu tiriyaa inay yihiin dad firfircoon oo ganacsiyo ka sameeya meel kasta oo ay fursadaas siisa ka hor caabuqii COVID-19 ee caalamka bedelay waxa sare u kacay Soomaalida deegaanka